صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يقضي باعتماد وزارة الشباب والرياضة على البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية. وجاء في نص المرسوم الممضي من طرف الوزير الأول نور الدين بدوي أنه يمنع على المواطنين المتابعين في قضايا أو قضائيا أو الذين صدرت في حقهم أحكاما قضائية طبقا للأرضية الوطنية للأشخاص الممنوعين من دخول المنشآت الرياضية يمنع عليهم دخول المنشآت الرياضية. وتهدف البطاقية التي أعدتها وزارة العدل مع وزارة الشباب والرياضة إلى التقليل من ظاهرة العنف في الملاعب وكذا تحديد سجل الممنوعين من الدخول يكون إلكترونيا ومتاحا أمام الجهات المكلفة بتأمين المنشآت الرياضية.